مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج النشاط. نشاط دبلوماسي محموم تشهده العاصمة الموريتانية نواكشوط بشأن الأزمة في مالي. فبعد أيام من زيارة وزيرة الخارجية الغينية، من المتوقع أن يصل مساء اليوم الاثنين وفد وزاري مالي يتكون من 17 وزيرا ومسؤولا ساميا. سيجري الوفد المالي لقاءات مع المسؤولين الموريتانيين وعلى رأسهم الرئيس محمد الشيخ غزواني بشأن الملف المالي. فما الذي يمكن أن تفعله موريتانيا إزاء النزاع في مالي الذي يبدو أن الموقف الموريتاني منه سيكون حاسما ومؤثرا ملقى بعض المراقبين؟ يسعدنا إذن في هذه الحلقة أن نناقش هذا الموضوع مع الكاتب الصحفي أبو معتز عبد الودود الجيلاني. أستاذ أبو معتز، أهلا وسهلا بك. ما تفسيرك لزيارة هذا الوفد الذي يضم 17 مسؤولا ما بين وزير ومسؤول سامي من ضمنهم أعضاء في المجلس العسكري الحاكم في مالي؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أختار في البداية نقول لأن مالي عندها وضعية خاصة بالنسبة لموريتانيا. فاحنا لدينا مع مالي أطول حدود 2237 كيلومتر، ولدينا في مالي أكبر جالية، ولدينا في مالي أكبر مساحة للانتجاع بالنسبة للمنمينة، وأيضا هي تعتبر مالي نقطة تجمع بالنسبة للمهاجرين في جالياتنا في إفريقيا. وفي مالي بالأخص تجرى أكبر عملية صرف للعملات الصعبة بين موريتانيا ومالي، وبالتالي مفروض نعود دايرين لها مكانة خاصة لا يعني ما تشابه مع الدول الأخرى اللي تحيط بنا. هي أولا حدودها هي طوقنا من جهتين، من الشرق ومن الجنوب. بالنسبة لهذا الوفد اللي ننتظره يجي يعطي صورة عن حجم اهتمام مالي بالنسبة لموريتانيا، وحجم الطلب اللي دور عندها، لأن القضية تتعلق بوزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير النقل، وزير المياه والطاقة، والناقلين والموردين إلى آخره، وطبعا الموظفين الساميين الآخرين. فقط تركيبة الوفد تعطي صورة عن ماذا تنتظر مالي من موريتانيا وماذا تريد من موريتانيا. نقبل أولا الخارجية. طبعا مالي مطوقة الآن بسبب العقوبات الإيكواس من ناحية خارجية. إذن أيضا تريد أن تجعل من موريتانيا منفذ على السياسة الخارجية في الدول المحيطة، وفي أيضا فرنسا أساسا اللي هي وراء ما يحدث. كذلك الأمن، لأن وزير الداخلية ضمن الوفد، وهذا يعني هو عضو في المجلس العسكري وهو عسكري، فهذا أيضا يعني على أن الموضوع الأمني أيضا كذلك موريتاني معنية به في ك ك ك المعني الأول، وطبعا التجارة والنقل إلى آخره، وهذا شيء طبيعي لأن موريتانيا هي الآن المنفذ الوحيد اللي بعد طبعا بعد غينيا الوحيد اللي مفتوح لاستقبال منه. لكن هذا احنا عندنا مشكلة، وهي مشكلة البنى التحتية الطرقية طبعا، اللي هي ستكون عائق كبير في أن تقوم موريتانيا إذا كانت تريد، وأنا متأكد أنها تريد، لكن هذا سيكون عائق بالنسبة لها. طيب، هذا أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي ما الذي يمكن أن تفعله موريتانيا حاليا بشأن مالي. طبعا معروف أن مالي الآن تحتاج
إلى تزويدها بالمواد الأساسية والغذائية في ظل الحصار الذي فرضته دول الإكواس وعلى رأسها السنغال التي كانت تعتبر من المنافذ الأساسية أو المنافذ الأساسي التي يتم من قبلها المواد الضرورية لمالنا. من 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 الأشياء الغريبة أن هذا الحصار تتأثر منه الدول التي فرضته على مالي أكثر من مالي. أولا مالي لا تستورد الكثير من المواد الأساسية لأنها موجودة عندها. لأنها دولة زراعية ولأنها دولة منتجة. مثلا بالنسبة للأرز موجود. بالنسبة للسكر موجود. سكر المالي موجود. بالنسبة للزيوت موجودة بجميع أنواعها من عند كارثة إلى آخره. الزيوت الصحية اللي مطلوبة، زيوت بذور الكتان وزيوت، يعني أشياء كثيرة ما وفيها مصانع كثيرة، وبالتالي ستتأثر الدول اللي كانت تستفيد من خدمات التصدير. مثلا كيف السنغال الآن تقريبا من دكار شبه متعطل لأنه 70% من 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 من, من 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 نشاطه كان موجه إلى مالي، وبالتالي أكثر تأثر هذه الدول من مالي مفسد. طيب، هذا يقودنا إلى السؤال عن الموقف الموريتاني من ما يحدث في مالي، أو بالأحرى من قرار الحصار الذي فرضته دول الإكواس على مالي، لأن تصريح وزير الناطق باسم الحكومة لم يكن واضح، كان فهم منه أن رأي الموريتانية أقرب إلى موقف الإكواس مما يجري في مالي. لا أعتقد أنه الموقف الموريتاني أقرب إلى الإكواس، ولكن ربما كانت هنالك ضروريات للتعبير بهذه الطريقة. أولا الآن الشخصية المقربة من الرئيس اللي هو مدير الديوان هذا كان سفير في مالي، وبالتالي لا بد أن يكون محيطا بأشياء كثيرة تمكن الرئيس من أن تكون له رؤية في ما يخص هذه المشكلة. ثانيا في شيء آخر، لا بعض الناس لا يحسبون له حسابا، وهو حاجة فرنسا إلى أن تلعب موريتانيا دورا كذلك فيما يخص جنودها، لأن الآن قوات برخان الآن محاصرة في جو، ولا يمكن أن تأتيها التموينات من أي مكان إلا من موريتانيا أو الجزائر. الجزائر غالقة أجواءها قدام فرنسا، إذن تبقى موريتانيا الوحيد، المنفذ الوحيد لفرنسا لتموين جنودها. طبعا حاولت هي المرة الفايتة باستخدام طائرة ورفعت مالي دعوى ضدها لأنها اخترقت أجواءها، وبالتالي موريتانيا عندها فرصة كبيرة أنها تلعب دور على مستوى الدبلوماسي، تلعب دور كبير جدا. طيب، ما طبيعة هذا الدور الدبلوماسي؟ يعني وساطة الوقوف مع هذا الطرف وذلك، يعني ما معالم هذا الدور الدبلوماسي مطلوب موريتانيا الآن تقف عليه؟ هي موريتانيا الآن تستطيع أن ترضي الأطراف الأساسية اللي تعنيها هي، مثلا اللي هي فرنسا والسلطات الانتقالية في مالي، وهذا سيمكنها أيضا في المستقبل من لعب دور وجود ساحة مشتركة بين المجلس العسكري الحاكم والسلطات الفرنسية، ربما تساعد في حلحلة قضية مدة الفترة الانتقالية. طبعا هذه من بنود الخلاف الأساسية ما بين دول الإكواس وبين السلطات الانتقالية، على الأقل حسب ما هو معلن الإكواس تقول أنها تريد تقليص الفترة الانتقالية، بينما السلطة الانتقالية في مالي جعلت الفترة الانتقالية 5 سنوات. إذا قالت فرنسا غدا إن الفترة الانتقالية 10 سنوات،
فستقولها إكواس، لأن إكواس لا تستطيع فقط للموقف الفرنسي. لدينا أمثلة. عندما قتل الرئيس التشادي إتنو إدريس دبي، مباشرة فرنسا نصبت ابنه خلافا للدستور، ولم تتكلم الإكواس. عندما ترشح وترى لمأمورية ثالثة خلافا للدستور لم تتكلم الإكواس. عندما فعلها كذلك ألفا كوندي لم تتكلم الإكواس، وبالتالي الإكواس إذا ما يحرك الإكواس وما يحرك فرنسا ابتداء ليس الديمقراطية ولا الحفاظ على الديمقراطية ولا إجراء الانتخابات بشكل هو هنالك أسرع. هنالك شيء غريب بالنسبة للمتابع. عندما انسحبت القوات الفرنسية من قواعدها تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية، وفي الآونة الأخيرة أصبحت الخسائر أكثر هي في الجانب الآخر من هي في القوات المالية. وهذا يطرح أيضا أسئلة جديدة، هل كانت فرنسا فعلا كما يقول بعض الماليين وراء بعض هذه الحركات ودعمها؟ هذا يطرح أسئلة. طيب ماذا نتحدث هنا عن عوامل، يعني ما الذي يمكن أن تفعله السلطات الانتقالية في مالية على ضوء هذا الصراع، على ضوء هذا الحصار الذي يبدو أن القوى الدولية أقرب إلى دعمه؟ الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض أو قرب فرض عقوبات على السلطات الانتقالية في مالية، الأمم المتحدة أيضا أطلقت تصريحات قريبة من هذا الأمر. لم يبقى للسلطات الانتقالية في مالي من حليف سوى السلطة الانتقالية في غينيا فقط، وربما نتحدث عن بريطانيا ودور يمكن أن تقوم به بريطانيا. النظام الدولي عرف في الآونة الأخيرة تحولات أعادته إلى ازدواجية القطبين، إلى القطبين. اليوم الصين وروسيا عادتا إلى القطب الثاني اللي هو مقابل مباشرة للقطب الغربي، وبالتالي أصبحت في الآونة أخيرا لما قدمت الغرب مشروع قرار ضد النظام المالي، استعملت الصين وروسيا الفيتو مباشرة. ثم أنه الصين الآن تلعب على تستخدم الآن سلاح الإعلام. الآن عندها نشرات إعلامية بالفرنسية مركزة موجهة للشعب المالي، وآخر ما دعت له هو إنشاء عملة جديدة اسمها جاتا، بدل الفرنك جاتا، تيمنا بسون جاتا كيتا، إعادة المجد التاريخي لهذا، والابتعاد نهائيا عن ما يسمى بالفرنك، لأن الفرنك أصلا مرتبط بفرنسا. وهي طبعا الدعاية جابرة طبعا أذان صاغية، خاصة لأن الماليين عندهم كبرياء بانتمائهم للإمبراطورية، وهي تلعب على هذا الوتر. طيب عنوان الصراع الآن هو موقف التنافس الفرنسي من جهة والروسي والصيني من جهة ثانية، ومعروف أن السلطات الانتقالية الحاكمة في مالي الآن لديها تحالف مع روسيا، واستخدمت مجموعة فاغنير لتأمين نفسها ولتنفيذ بعض العمليات، وهو موضع اعتراض من فرنسا وبعض القوى أيضا الإقليمية. إذن إلى أين سيصل هذا النزاع برأيك؟ قلناها من قبل، عندما كانت مالي قوية كانت في معسكر الشرق، وبدأت تنهار عندما جاء الانقلاب، وبدأت تتقرب من المعسكر الغرب، ووصلت إلى مرحلة الألفا كوناري، مثل ما قلت لك أنه باع مجموعة من الطائرات الروسية، باعها لباكستان ووقعت قطيعة. الآن روسيا اللي هي وريث الاتحاد السوفيتي
عادت إلى حيث كانت وستحاول أن تعيد مجد الاتحاد السوفيتي في هذا البلد. ولكن هذا الوجود الروسي في مالي يبدو بلا مردودية في ظل حالة الاعتراض عليه حتى من الدول الإقليمية المتحدة عن الدول المحيطة في مالي. بلا مردودية بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمين؟ بالنسبة للماليين. بالنسبة للماليين لا مردودية، لأنه الروس تستطيع أن توفر لهم كل ما يريد. ثانيا الشيء هنالك أيضا الكوبيون، هنالك الكوبيون ينشطون كثيرا في مالي لديهم، خاصة في المجال الاجتماعي والصحي طبعا. ولكن إذا كان هنالك اعتراض من الدول المجاورة، هناك اعتراض من القوى الإقليمية الفاعل الأساسية في الإقليم وهي فرنسا، وتجد ظهير دولي الآن لها، ما الذي تستطيع أن تفعله الروس في البحر من العداوة؟ الروس والصين تستطيعان أن تستخدم هي الأخرى مجلس الأمن واستصدار قرارات. الآن المجلس العسكري رفع دعوى ضد قرار الحصار، وبالتالي يمكن يكسبه. اسمح لي أن أخذ فاصلة قصيرة ثم أعود لنقاش هذا الموضوع. ماشي. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه علاقه موريتانيا بمالي على ضوء زياره الوافد المالي المرتقب هذا المساء لموريتانيا وتاثير ذلك على ما يحدث في مالي بعد قرار مجموعه الاكواس بفرض حصارا اقتصاديا على مالي. سعدنا اذا ان يكون معنا في هذه الحلقه سيد ابو معتز عبد الودود الجيداني الكاتب الصحفي الخاص بالشؤون الافريقية. سو معتز اهلا وسهلا بك من جديد. ولو سالنا عن جملة وردت في بيان الاكواس وهي ان الحصار يتعلق ب يستثني المواد الغذائية الاساسية، مما يعني ان هنالك استثناءات انسانية حتى للحصار الذي فرضته الاكواس. هذه خدعة. لانه هذا الاستثناء أولا هو الحصار يتعلق بتجميد الأرصدة في البسياو البنك المركزي الغرب إفريقي. فبماذا تشتري مالي أصلا هذه المواد الإنسانية المواد الأساسية؟ هذه خدعة، لا مجرد تمرين، مجرد فقط مجرد إظهار القرار، قرار رغم قساوته على انه له جانب انساني. وهو فعلا هو في الحقيقه مجرد خدعه، لان مالي لا تصنع المال الفرنك، وبالتالي البنك المركزي الغرب افريقي تم تجميد ارصدتها فيه. اذا هذه قضيه لا
طيب هذا يحيلنا إلى ما الذي ستفعله مالي إزاء هذا الوضع؟ كما قلت في البداية، أولا مالي قليل من الناس اللي يعرف على أن مالي فيها مصانع من كل الأنواع، حتى الدواء يصنع محليا في مالي، فيه مختبرات لتصنيع الدواء، وفيه مصانع للزيوت، وفيه مصانع للمعلبات، وفيه مصانع يعني كل شيء موجود، وبالتالي لن يتضرر المواطن المالي ذاك يعني الضرر الذي يلحق بالدول التي تحاصر من الدول يعني الناميه المتخلفه اللي ما بها صناعه ولا ايش. لا، مالي بالعكس، مالي دوله قويه فيها صناعات تحويليه كثير وفيها مواد اوليه كثيره لا تنتهي. طيب اذا على ما تراهن الاكواس في قرارك هذا او فرنسا؟ وبالحقيقة شيء غريب، لأنه لأول مرة حلفاء أثناء الحرب ضد عدو مشترك يتحاربون فيما بينهم. هذه الدول مثلا أغلبها دول جيسنك وفرنسا، وهذه الدول كلها متحالفة لمحاربة الحركات المسلحة الإرهابية، فكيف يحاصر بعضها بعضا؟ هذه لأن القرار لم يكن نتيجة دراستي. طيب ولكن اسمح لي، ولكن أنت تعلم أن هذا الخلاف بين مالي وبين مجموعة الإكواس أو بين مالي وبين فرنسا ليس بجديد، وإنما جاء بعد الانقلاب الذي حدث على كيتا وما عقبه من ميول الضباط الشبان الجدد الذين حكموا البلاد نحو الشرق و سعيهم لجر مالي بعيدا عن فرنسا وأجندتها. هذا هو السبب، أما الانقلاب ليس هو السبب، لأن مثل ما قلت لك وقعت انقلابات في المنطقة ولم تتخذ ضدها قرارات حصار ولا مقاطعة ولا شيء. هو القضية فعلا هو خروج مالي، ومالي لأن فرنسا وحدها تعرف قيمة مالي، تعرف قيمتها الجو السياسية وقيمتها الاقتصادية وفي المستقبل أساسا، لأنها يعني عندها طاقات اقتصادية وبيئية ستكون لها قيمتها في المستقبل أكثر. طيب ما هي حسابات الحكام العسكريون في مالي؟ أعتقد أن التقرب الى مع موسكو والصين مثلا على حساب فرنسا، ما هي حساباتهم في الموضوع؟ يعني حسابات وطنيه ايديولوجيه؟ هو في الحقيقه لا شك انه من فتره كانت في حركه شبابيه في كثير من الدول بدات بمحاربه سيفا، حتى يعني اعتقل كثير منهم في السنغال وفي الكامرون وغيره، وهذه طبعا الحركه اسمها البان افريكانيزم، الوحدويون الافارقه، واساسا شباب، ويعتبروا ان فرنسا هي سبب بلاء مسؤولة عن تخلف هذه الدول، وبالتالي موجودة القاعدة الشعبية لكل هذه الحركات، وعادة هذه الشباب ثوري وعنده قواعد الشعبية، ربما ما يشهد لذلك المظاهرة الأخيرة التي شهدتها. آخر مرة اللقاء اللي وقع مع ما بين ماكرون وبعض الشباب الإفريقي في باريس، ورغم أن هذا الشباب اعتبر أنه مختار على أساس الولاء لفرنسا، إلا أن ما صدر منه يدل على حجم استياء الشباب الإفريقي من فرنسا، خاصة الشباب الإفريقي الفرانكوفوني. طيب
طيب الآن هنالك حديث عن أن أنه يمكن وصرح بذلك أكثر من مسؤول غربي أنه يمكن تراجع عن الخطوات التي اتخذتها الإكواس في حالة ما لو أبدأ الحكام العسكريون في ماليا مرونة بشأن تقليص الفترة الانتقالية أو وضع جدول زمني للانتخابات. سمعنا هذا التصريح من الإعلام العام للأمم المتحدة وحتى وزير الخارجية الفرنسي. حسب معلومات اللي حصلت عليها من الناس المشاركين في الجلسات جلسات إعادة التأسيس كانت فيه ثلاث اقتراحات، وهو اختاروا يبدأوا بالأكبر اللي هي 5 سنوات، وفيه 3 سنوات، وفيه 2.5 سنين. هذا كلهم مطروح كفترة زمنية، بس هذا للنقاش. لكن تفاجأوا فعلا بقساوة القرار والرفض اللي واجهت به السيدياو 5 سنوات. ولكن مثل ما قال غويتا في خطابه انهم يظلون منفتحين على الحوار، وهذا يعني انهم يمكن يروحوا للاختيار الثاني اللي هو 3 سنوات. وفعلا هو الحقيقة ان مستحيل من المستحيل اجراء انتخابات يمكن ان تخرج مالي من هذه الوضعية خلال اقل من 3 سنوات، مستحيل نهائيا. يعني اي انتخابات في فترة اقل من هذه هي مجرد مهدئ، لكن هو المفروض انه سيؤدي الى استفحال المفروض ان السلطة الانتقالية العسكرية هي موجودة لتنظيم المشهد ثم تسليم السلطة. هذا هو المفروض. وبالتالي لماذا تطيل الفترة الانتقالية بهذا الشكل؟ هذا صحيح، ولكن هي بمعنى جاية لهذا الغرض ولإعادة أنت شفت القضية إعادة التأسيس هذه لم تأتي من فراغ، لأن فعلا ماري نتيجة الانقلابات اللي وقعت الأخيرة والطريقة التي عولجت بها والانتخابات التي أجريت الانتخابات يعني الجزئية تعتبر، لأن أغلب الماليين لم يشاركوا فيها نتيجة لفقدان السيطرة على بعض مناطق، من كلها زادت الوضع سوءا، وبالتالي أصبح من الضروري إعادة التأسيس. وإعادة التأسيس لا يمكن أن تجري في 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة، مستحيل. وفي بلد مثل مالي 1,200,000 كيلومتر مربع. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أبو معتز عبد الودود الجيلاني على مشاركته معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أنقل إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.